الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قررت هيئة الحج والعمرة في كردستان العراق تحصيل تكاليف سفر الحجاج بالدينار العراقي حصرا بدلا من الدولار أسوة ببقية مدن العراق، على أن تحدد قيمة الكلفة بسعر صرف البنك المركزي البالغ 1320 دينارا لكل دولار، فيما أمهلت المسجلين أسبوعا واحدا لدفع التكاليف وتحديث بيانات وجوازات السفر. وقال كازاخان ستوني مسؤول إعلامي هيئة الحج والعمرة في كردستان العراق إنه تم توجيه مكاتب الحج والعمرة باستلام المبالغ من الحجاج لمدة أسبوع واحد من 11 لغاية 18 من شهر شباط الجاري، ومن لا يدفع التكاليف خلال هذه المدة سيفقد حق الحج هذا العام. أعلنت جمعية المطاعم والفنادق في السليمانية إغلاق أكثر من 50 فندقا شعبيا وسط المدينة خلال عام 2023، وأوضحت الجمعية أن إغلاق أكثر من 50 فندقا شعبيا يأتي لأسباب مختلفة، أهمها أن أصحاب العقارات لم يجددوا عقود هذه الفنادق وبعضها مدين بفواتير كهرباء، حيث إن هناك فنادق تدين ب50 مليون دينار للكهرباء، لكن هذا لا ينطبق على الفنادق السياحية. أكد خبراء اقتصاديون أن عمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته ما تزال مستمرة، مشيرين إلى أن هذه العمليات تمثل تحدياً حقيقياً للحكومة والأجهزة الأمنية منذ عام 2003 ولغاية هذا اليوم. كما بيّن الخبراء أن المشتقات النفطية يتم استيرادها ومن ثم يعاد تهريبها إلى دول الجوار وأبرزها إيران، مضيفين أن السبب الأساس هو اختلاف وتباين الأسعار بين العراق ودول الجوار، وأن الأسعار في العراق أرخص بكثير لأنها مدعومة حكومياً، فيتم التهريب ليباع بأسعار أكبر في دول الجوار. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق لم يصدر أي كمية من النفط إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي، وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 7 دول رئيسة بلغت نحو 5,500,000 برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 519,000 برميل عن الأسبوع الذي سبقه، إلا أن هذه الكميات لم يكن من بينها النفط المستورد من العراق. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستانيلا غوركيفا أن الصراع في الشرق الأوسط يؤثر على السياحة في الدول المجاورة، وأن صندوق النقد يراقب التأثيرات المالية عن كثب. وقالت غوركيفا إن تأثير الصراع العالمي يتضح في ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حركة العبور في البحر الأحمر، محذرة من أن اتساع نطاق الصراع سيؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية، كما أضافت أن الإلغاء التدريجي للدعم الصريح على الطاقة يمكن أن يوفر على المنطقة 336 مليار دولار. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعاد.
ختام موجز، إلى اللقاء.